زكريا كما ذكر الزميل محمد الجدا رئيس الاتحاد المغربي للميني فوتبول. إذا كان استقرار على الميني فوتبول باش ما يكونش خلط مع الميني فوتبول. وسي طارق زكريا أيضا النائب الأول لرئيس الاتحاد المغاربي للميني فوتبول أمام الجزائري اللي كان انتخاب ديمقراطي حضرته الفجر المغربية مباشرة. وحصل سي طارق زكريا على إجماع أنه يكون الرئيس الأول النائب الأول عفوا لرئيس الاتحاد المغاربي للميني فوتبول. سي طارق مرحبا بك أولا عبر قناة الفجر المغربية. بغيناك تعرف المتابعين ديالنا شنو هو الفرق بين الميني فوت والميني فوتبول. والميني فوت يعني داخل القاعة هو عنده القوانين ديالو تيتلعب أربع لاعبين والحارس مع النظام ديالو الخاص. وأما الميني فوتبول اللي هو تيتلعب على العشب الاصطناعي والآلهة والطلق فعنده نظامه تيلعبوا خمسة لاعبين داخل الملعب وكذلك حارس مع نظامه الخاص وتابع للاتحاد الدولي للميني فوتبول. سي زكريا احنا حضرنا أولا الملتقى الاول اللي درتوه هنا بمدينه قنيطرة وكان شرف لمدينه قنيطرة ان تستضيف الملتقى الاول خاصه اولا انها رائده في كره القدم المصغره واكيد ان شاء الله غادي تكون بفضلكم سي طارق رائده كذلك في الميني فوتبول المغربي ولما لا المغاربي. أول مدينة قنيطرة أصبحت رائدة في كرة القدم المصغرة سواء داخل القاعة أو الميني فوتبول نظرا للاهتمام الكبير للشريحة المجتمعية اللي تيتبعوا وتيعشقوا هذه الكرة حتى من القاع. وحنايا كناس في كرة القدم داخل القاعة ومارسناها كذلك الآن تنحط واحد منتوج خارج المدينة قنيطرة تشجيع للجهوية وكل المدن المغربية فهي تحترم مدينة قنيطرة نظرا لكفاءاتها وعلى رأسها الناخب الوطني هشام الدقيق اللي قدم للمنتخب الوطني استحقاقات كبيرة وكبيرة والآن تتأهل لكأس العالم بأوكرانيا على كأس العالم إن شاء الله اللي تكون المرة الثالثة. في طريقة كنظن ما يكونش صعوبة في استقطاب ممارسين خاصة في تواجد عدد هائل في المغرب ديال الملاعب الأرض. لا بالعكس يعني بعد الملتقى مباشرة أصبحت الهواتف يعني تتصل بنا مباشرة للانضمام إلى هذا الاتحاد لكرة القدم المصغرة وهذا كرة القدم المصغرة فهي تجمع شرائح من المجتمع الممارسين بطريقة عشوائية ولكن المنتوج وهذا المولود غادي يقنن هذه اللعبة باش تصبح يعني بطولة وطنية على شطري في الأول على أن تصبح في جميع الأسواق في المغرب وغادي تكون ان شاء الله هذه كاس العرش طبعا اللي غادي يكون حتى هو كنظام ان شاء الله وغادي تلعب يعني ان سوبر كوب يعني على المستوى المغاربي والان يعني عندنا مقابله ان شاء الله بال 24 ماي يعني تجمع المنتخب التونسي وتجمع المنتخب المغربي للاشعار باللعبه ان شاء الله ولا ننسى باننا لنا موعد بحضور المغرب في البطولة الإفريقية من 7 يوليو إلى 17 من نفس الشهر لحضور البطولة الإفريقية وهذا شرف لنا كبير أنهم احترمونا رغم أننا بدينا في المشروع وبدينا في المنتوج فهم المغرب يحترمونه بكفاءته وبلاعبين الكبار. سي طارق أكيد انطلاقة والولادة الجديدة أكيد درتوا لها واحد البرنامج وواحد التخطيط كيفاش غير ولو باستقطاب أن بخلاصه كيفاش فكرتوا انكم تنطلقوا هاد وانطلاقه هو ما جاتش من الصدفه ولا من سنه وسنتين يعني جات من المناظره الوطنيه بالصخيرات اللي اكد فيها الناطق الرسمي على صحه جلال الله ينصره اللي كان الرياضي الاول على تشجيع الرياضات الجماعيه ومن هنا درست الموضوع درست المشروع اللي تنفكر فيه بخطى ثابته حتى وصلت يعني انني الان بعد تقريبا 12 سنه من هذا الكلام ديال الناطق الرسمي صحه الجلاله اننا نحطوا
رياضة جماهيرية سميها اسمها الميني فوتبول اللي غادي نكتشفوا بها بعض المواهب الجديدة لإنعاش المنتخبات، ليس المنتخب الميني فوتبول ولكن المنتخبات تكون لكل يعني مثل المنتخب داخل القاعة أو المنتخب الوطني داخل 11، لأننا المنتوج ديالنا غنكتشفوا به هذه الرياضة وتشجيعها للصعيد الوطني المغربي. في طرق احنا في المنطقة الأول اللي توجدتوه هنا في المنطقة أن لاحظنا تواجد السيدة قوطر الحاج محمود بصفتها رئيسة تطوير كرة القدم النسوية الميني فوتبول النسوي. واش كاين تفكير الإحداث كذلك هذا الميني فوتبول النسوي هنا في المنطقة؟ هو كرة القدم النسوية أصبحت من 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 أولى الأولويات، لأن الآن ما بدأت يعني تشعر نفسها بكفاءتها الرياضية وخاصة في كرة القدم يعني النسوية. الآن بدأنا نرى بأن كأس العالم الأخيرة بنت على كفاءات ولا مواهب كبيرة في هذه اللعبة، والمغرب هو السباق لهذه الرياضات. وحنا كذلك من جهتنا في الميني فوتبول غادي تكون عندنا فئات من 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 جيل جديد، من فئات الصغرى حتى الكبرى لممارسة كرة القدم النسوية، وغادي تكون متوازعة مع كرة القدم الرجالية. بارك الله فيك. أكيد دابا كاين اهتمام كبير كما كنقول بهذا الميني فوتبول الحالي في المغرب. أكيد عدة ممارسين مثلا في كرة القدم أو في الميني فوت واش يقدروا يكون عندهم مثلا دوبل كاسكيت أو دوبل ليسونس؟ لا 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 هذا لا يمكن، لأن البطائق اللاعبين اللي تيمارسون داخل كرة القدم داخل القاعة أو ممارسين داخل البطولة الوطنية لكرة القدم 11 فلا يمكن لهم بتاتا يعني إدماجهم داخل هذه المنظومة، لأن هذه المنظومة لها قوائمها ولها يعني قوانينها، فيجب علينا أن نجعل هذه المنظومة جديدة لاكتشاف ومعرفة مواهب وإدماجهم ببطائق يعني اللاعبين الجديدة اللي غادي يمكن لهم أنهم مستقبلا يمثلوا الفرق ديالهم ويمثلوا الفريق الوطني، لأن هناك مراقبة كبيرة من ناحية هذا المنتوج الرياضي وهذا المنتوج الكروي. طارق واش غادي شي سن محدد؟ لأن خوفا من اختراق الفيتيرون لهذه اللعبة. لا هو الواجب الآن هو اكتشاف المواهب اللي غادي تمثل المغرب أحسن تمثيل في المحافل الدولية العربية الإفريقية، فما يمكنناش أن نجيبوا ناس اللي هما هاويين أو ناس اللي عندهم يعني من السن المتقدمة لتمثيل المغرب أدون ولا ثم لا، لأن غادي تكون اكتشاف المواهب فهي غادي تكون الفئات الصغرى حتى يكون عندنا منتخب في المستوى المطلوب، المنتخب اللي غادي يشرف البلاد وشرف الوطن اللي شغوف كرة القدم وشغوف بالرياضات والأبطال ديالو واللاعبين المنتخبات المغربية. ورسالة الأولى هذا منتوج وطني مغربي، أنا حطيت الرحال باش نحط هذا المشروع هذا، ولكن ما يمكنليش أن نتقدم بخطوة يعني شخصية، ولكن سنطلب إن شاء الله الوزارة باش تاخذ بعين الاعتبار هذا المشروع الوطني المحل باحتضانه وتشجيعه حتى يكون في مستوى تطلعات المنتخبات الوطنية في جميع فئاتها سواء الرجالية أو النسائية.